السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتس أب المخصصة لاستقبال الرسائل النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في شمال محافظة أربيل، وأكدت رفضها استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات. مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل إحسان الشلبي أكد ارتفاع حصيلة القصف الإيراني على الناحية إلى قتيلين وإصابة عشرة أشخاص. قال الشلبي إن القصف استهدف منطقة بريزين وجبل سقر بشكل مكثف قبل أن ينقل الضحايا إلى المستشفيات. وفقا لوزير صحة كردستان العراق سامان برزنشي. طبعا أيضا تداول مدونون وناشطون صورا للحظة القصف الإيراني في أحدث انتهاك للسيادة العراقية، وفي ظل عدم تحرك الحكومة واكتفائها بإصدار البيانات الخجولة. لنشاهد. باراني وشايخاني زوجيزة طبعا مشاهدينا الكرام، نستمر بهذا الموضوع. الخارجية الإيرانية حملت، يعني فوق ما ضربوا، لا هم حملوا الحكومة في بغداد مسؤولية ما عدته زعزعة أمن إيران من داخل أراضي العراق، وهددت بمواصلة الهجمات على العراق حتى تلبية ما سمته بالمطالب. طبعا يرى مراقبون أن القصف الإيراني المتكرر على أربيل هي محاولة إيرانية للهروب نحو الأمام في ظل استمرار التظاهرات في الداخل الإيراني والغضب الشعبي ضد النظام المرشد علي خامنئي. طبعا من جانبه الحرس الثوري الإيراني اعترف بشن هجوم مكثف على مناطق شمال العراق واستخدم الصواريخ والطائرات المسيرة. طبعا سبق أن استهدف الحرس الثوري الإيراني خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين مناطق في أربيل وفي محافظة السليمانية، وهذا الموضوع تسبب بوقوع قتلى وجرحى بينهم طلاب مدارس. خلونا نشوف الصور أو اللقطات اللي نشرها الحرس الثوري الإيراني اليوم، والتي بثتها وسائل إعلام إيرانية للاعتداء الإيراني على الأراضي العراقية. العراقيين بمواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع وسم إيران تنتهك السيادة العراقية. جئنا لحضراتكم بمجموعة من هذه التغريدات. رافين تقول أو يقول: إيران تنتهك السيادة العراقية، حكومة ضعيفة هزيلة لا تستطيع الرد، والكلام على الدول اللي تنتهك سيادة العراق بين مرة وأخرى. أسامة يقول: ويستمر الاستهتار الإيراني وعدم الاحترام للشعب العراقي بانتهاك سيادة العراق. تغريدة من ريما تقول: إيران مستمرة بجريمتها بقصف المدنيين في إقليم كردستان، والحكومة والنخبة السياسية العراقية مشغولين بتوزيع الكراسي والغنائم، والضحية كالعادة المدنيين الأبرياء. تغريدة من حسام يقول: ماكو رجال بالحكومة ولا أكو عراقي حقيقي بالعملية السياسية للأسف. نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم، لكن ننتقل إلى موضوع آخر. لدينا عندنا اتصال، طيب نستقبل اتصال وبعدين نكمل الحديث مع حضراتكم. أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا.
حياك الله، تفضل. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ محمد. احنا نعرف انه احزاب السلطه والحكومه العراقيه اللي هي تتبع لايران ودوله خامنئي، فالقصف اللي قاعد يصير انه من حرس الثوري الايراني على المناطق الشماليه الكردستان، هذا لو كان عندنا حكومه سياده لها وطنيه سياده للشعب العراقي لكان ردت على الجانب الايراني من هذا القصف وحاسبته، وبنفس الوقت انه الحكومه العراقيه اذا كانت عندنا حكومه عراقيه تحدد انه الحرس الثوري او الحكومه الايرانيه، لان هذا يعتبر انتهاك على السياده العراقيه وانتهاك على حرمه العراقيين وانتهاك ايضا على الحكومه العراقيه اللي هي نفسها اللي قاعده تحكم بينا بالعراقيين من اجل وكاسه ولحد الان. احنا نعرف هاي الميليشيات والاحزاب كلها راده للحرس الثوري وكل الاحزاب اللي موجوده لايران، فعندنا ما ممكن انه هاي الحكومه يعني تعطي بيان او تعطي يعني عدم اللي قاعد يصير عندنا بظرف كردستان تحكيهم فد كلمه او فد اعلام توجه للحرس الثوري او تهديد. شنو تاثير ابو عمر، شنو تاثير الكلمه اللي تطلع من حكومه بغداد إذا كانت إيران تستمر بقصفها، تستمر بالعكس هالمرة تحمل حكومة بغداد مسؤولية تهديد الأمن الإيراني القادم من الأراضي العراقية، يعني فوق ما يقصفون لا يلومون حكومة بغداد أن أنتوا ديجينا خطر من العراق. ألا تمثل إيران خطرا على الأمن القومي العراقي؟ ليش العراق ما يتخذ خطوات مماثلة؟ استاذ محمد بالنسبه لايران يعتبر على يعني الخطر يعني في المنطقه الوسطى يعني على سوريا وعلى اليمن وعلى البحرين، ايران عندها نفوذ في كافه الدول اللي قاعده الان اللي قاعده تمد بالسلاح بجيوش الكترونيه اللي قاعده نعرف فيها اللي قاعد الهجمات تصير يعني اكثر من هجمات في يوم، كل الايام اللي قاعده نشوفها وكل الاخبار اللي قاعده نسمع الهجمات اللي كيف قاعد تضرب، يعني عندنا بغداد ان ميليشيات لحد الان عندها الحرائق مستمره من عندها. طيب حتى بس نتوسع بالفكره، انا اشكرك ابو عمر من بغداد، شكرا جزيلا ان وصلت فكره حضرتك. دعونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات في هذه الحلقه. طبعا معظم دول العالم تتجه نحو تأهيل وتطوير القطاع الصحي، توفير البيئة الصحية للسكان، لأن هذه الأمور أحد أو يعد القطاع الصحي طبعا هو أحد القطاعات المهمة في دعم القطاعات الأخرى من خلال تأمين مجتمع واعي صحيا، إعداد أجيال تمتلك الأهلية لبناء مستقبل واعد للبلد. لكن في العراق وما بعد الغزو الأمريكي اللي يعاني منه البلد بسبب تبعات هذا الغزو، هناك أزمات كثيرة يعاني منها العراقيون في جميع القطاعات في العراق لا سيما الحيوية منها. القطاع الصحي عانى من التعثر والتخلف وانهيار منذ زمن وتحول دون نهوض طبعا، أو هناك عوامل كثيرة تحول دون نهوض القطاع الصحي، منها الوضع السياسي والأمني والاقتصادي اللي فاقم ذلك طبعا من معاناة البنية التحتية المتهالكة لهذا القطاع بسبب الفساد الكبير والإهمال الممنهج، إلى جانب هجرة الأطباء الجماعية بسبب تعرضهم المستمر للخطف والابتزاز والإهانة. هذا الموضوع أفرز عجزا كبيرا في الكوادر الطبية بشكل عام، إضافة إلى النقص الكبير بالمستلزمات الصحية، الأدوية، ندرة الأجهزة اللازمة للعلاج. وظهر هذا الواقع المنهار جليا مؤخرا حينما غمرت مياه الأمطار عددا من المستشفيات. عرضنا طبعا في الحلقات السابقة من برنامج صوتكم تأثر المستشفيات في العراق بسبب هطول الأمطار، كان منها قضاء الغراف في محافظة ذي قار، مستشفى الزهاوي في مدينة الصدر، هناك أيضا مستشفى بغداد التعليمي. هذا الموضوع لم يقف عند هذا الحد، تكرر مرة أخرى، ودعونا نشاهد مستشفى الشعلة الذي غرق هو الآخر بسبب انهيار البنية التحتية. شوفوا يا ولد، هاي مستشفى الشعلة غرقت، هاي مستشفى الشعلة غرقانة، هاي مستشفى الشعلة غرقانة، غرقانة مستشفى الشعلة، عندك الشياع السوداني وينك؟ هاي الصبح هاي مطرت قليلة، طوارئ مستشفى الشعلة غرقت، هاي مستشفى غرقت، هاي طوارئ الشعلة غرقانة،
المستشفى غرقانة والضيم يا حالنا شوفوا. نكمل معكم مشاهدين بهذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. هناك مناشدات جاءت من مواطن ظهر في مقطع سابق لمحمد الشاع السوداني للنظر بحال المستشفيات. يبدو أن هذا المقطع طبعا أو هذه المناشدات أصابت رئيس الحكومة الجديد محمد الشاع السوداني بالحرج، فخرج إلى تنظيم زيارة مفاجئة إلى مستشفى الكاظمية التعليمي شمال بغداد، أعرب عن صدمته من سوء الخدمات المقدمة للمرضى. وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، حتى أن البعض وصف الزيارة ودهشة السوداني بالمسرحية. طبعا نشطاء ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع لمحمد الشاع السوداني وهو يتحدث مع أحد الكوادر الطبية ويقول نصا: حتى الصاحي اللي يجي إلى هنا يتمرض، الله لا يوفقنا على هاي الخدمة. طبعا العديد من العراقيين تفاعلوا مع المقطع المتداول على نطاق واسع طبعا، وأجمع المدونون على انتقاد الزيارة ووصفها بأنها لن تغير شيئا من الواقع الخدمي المتردي في العراق وأنها مجرد استعراض إعلامي. خلونا نشوف. كله ساب من برا العلاج. بس ايه شيء للصديق. العلاج ساب كله. لا لا لا. كل شيء ماك منه. لا لا لا. أنا اللي عشيا. إيه والله. عشيا شرسي. للأمانة. قسم قسم. قسم مريض يا أخي. قسم من برا. إيه يعني أكو خطايا من برا. بس إحنا التحويل يعني مرات. سونار من برا قوي. لأن هنا ما يطلع يعني ليش ما أعرف ليش. حتى الصاحب يجي هنا يتوقف. الله يوفق. الله يوفق. الله لا يوفقنا. الله لا يوفقنا على الخدمة هذه. شاهدتم هذه المقاطع مشاهدينا، خلينا نشوف التعليقات اللي جاءت من بعض العراقيين بشأن هذا الموضوع. نازك تقول: صار 20 سنة بالحكومة ما تعرف الخدمات بكل مفاصل الحياة صفر، مستغرب الآن يعني. بشرى تقول: على أساس ما يعرف وضع المستشفيات المزري والخالي من أبسط الخدمات والعلاجات وتعامل الأطباء والممرضين ويا المراجعين تعامل غير إنساني. أحمد يقول: الله يكون بعون الفقير، اللي قبلك إيش سوى وحتى راح يصير تغيير، الشق كبير والرقعة صغيرة. عندنا تعليق من منير يقول: هذا الوضع هو نتاج ما بعد الاحتلال، فلماذا تستغرب؟ 20 عاما ما عرفتوا تبنون مستشفيات حديثة. ويانا سيد أبو صلاح من كربلاء، تفضل يا أبو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا محمد؟ حياك الله أبو صلاح، أهلا وسهلا. أسلم عليك على قناة الرافدين. الله يسلمك، حياك. موضوع القصف الإيراني على العراق. لأن العراق تدري من 2007 لحد هذه اللحظة ما أدري فيها. نعم. يعني وإيران هي ماخذة حتى العراق فاصل فاصل. والميليشيات تقتل وتطلق وتذبح فيها. نعم. واحد. الثاني إذا تقول لي طب الطب موجود في العراق، مو بالمستشفيات الحكومية. لا أقول. بس خلينا حتى لا نخبط الموضوعين، بس سؤال على الموضوع الأول اللي تفضلت به: شلون ممكن تتحقق السيادة أو توجد سيادة في العراق في ظل وجود هاي الأحزاب؟ إذا بهاي ما طول موجود هذا العراق ما بيسيادة، ما بيسيادة. ليش؟ لأن يثبت الأحزاب الميليشيات الطاقة وإيران الطاقة. نعم. يعني وحزب الدعوة هذا يحكم فعلا في العراق، كل موالي للإيران. نعم. طيب بالنسبة للقطاع الصحي، سؤال انطرح من معلقين، ناس تفاعلوا على هذا الموضوع، انه هل اليوم استغرب محمد الشاع السوداني او اكتشف انه القطاع الصحي بالعراق منهار؟ اليوم تفاجأ يعني؟ هو كان هسه بحزب الدعوة. وهو جاء من قبل المالكة، من قبل المالك. نعم. هذا واحد. اثنين، اذا تقول اكو طب بالعراق، اكو طب بالعراق بس مو بالمستشفيات الحكوميه. نعم. موجود. انا اقول لك وين هسه موجود؟ ما يسمى بالوقت الشيعي.
مثلا كربلاء مستشفيات خاصة من كل دكاترة من سوريا من سوريا بس بفوت الليلة على المستشفى نعم 150 ألف 200 ألف يعني مو كل مواطن يقدر على تكلفة المستشفيات الأهلية. أشكرك أبو صلاح من كربلاء، أكتفي وياك بهذا القدر. ويانا أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أرحب بكم بالمشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. أستاذ إحنا بنستغرب، إحنا بنستغرب هالشغلات من جماعة حزب الدعوة. هم أصلاً جايين تخريب العراق، ونعرفهم منافقين ومارقين وحيالين وكذابين. يعني حزب الدعوة، الدعوة يعني بالإصلاح هو اسم هيك. لكن هم بس القذف والتخريب يسويها، ولا مغشن نفسه عارف يعني متعجب عارف شلون هيك مستشفيات هيك اهمال بها. يعني حصل كنابه كانت قبل ثلاث اشهر وكان يتعالج مستشفيات بغداد مو؟ لا هو هو جاء من نفس الحزب اللي اجتي منه عديل حمود اللي استلمت وزاره الصحه وريحه الفساد طلعت منها. اي صار بس انا ما مستعجب من ما مستغرب من الحكايه هاي، تدري ليش مستغرب؟ نعم ليش؟ لما يقول هذول الاطباء المقصرين او الجماعه المقيمين على اساس بالمستشفى نعم. يقول نقلوهم للطارميه او لابو غريب. اي زين ابو غريب والطارميه شنو يعني ملف مال نفايات؟ انت واحد مقصر دكتور ما يقوم بعملك، يعني هذول اللي هناك حشاهم طبعا طبعات من دولة اصغر واحد فيهم تسوى وتسوى حزبه يمينه. يعني مو بشر انت صديق مقصر وما يداوم اصلا، لاحظ من يحال شهاده بالصارميه او ابو خليل؟ حكايه الحكايه استاذ احنا خلينا نفسر هاي الحكايه شنو معناتها؟ نقلوا لابو خليل والصارميه وقال مكان بارد يمينه ما ادري والله وين نسيته. نعم. قال نقلوهم على اساس اصغر بغداد. الطارمية جاب اسم الطارمية وابو غريب. تمام، انا اشكرك ابو عبد الله من اربيل، اشكرك شكرا جزيلا، اكتفي وياك بهذا القدر ايضا. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مقاطع اخرى في هذه الحلقه. طبعا ننتقل الى ملف الرعايه الاجتماعيه. مع ارتفاع معدلات الفقر في العراق اعلنت الحكومه او تعلن بين حين واخر عن احصاءات تقول انها لعائلات شملت ببرنامج الرعاية الاجتماعية. هذا الموضوع يخرج من الحكومة في محاولة لامتصاص غضب الشارع اللي يوشك على الانفجار والخروج عن السيطرة وفقا لتقديرات مراقبين. بالرغم أن المبالغ الممنوحة للعائلات الفقيرة اللي داخلة ضمن الرعاية الاجتماعية لا تسد رمقهم من جوع أو فقر أو حاجة، لكن التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام فرص العمل جعل تلك المنح المالية مجرد دعاية حكومية وبوابة للفساد ومحاولة لتسجيل إنجاز مزيف بحسب ناشطين. بمحافظة القادسية المقطع اللي حنشوفه، وهي ثاني أكثر محافظة من حيث ارتفاع نسبة الفقر في العراق وتحديدا سكان قضاء الحمزة الشرقي، صدمت مئات العائلات اللي كانت تعول على إدراجها ضمن قوائم الرعاية الاجتماعية بعد ما قدموا تفاجأوا أن ملفاتهم اللي قدموها ألقيت في مكبات النفايات وألقيت على الأرض في صورة تعبر عن اللامبالاة الحكومية لهذه الشرائح المعدمة. خلونا نشوف. واللي المفروض تكون هي ملجأ للناس المساكين، مو تكون سبب ذلتهم وسبب معاناتهم فوق ضيمة وفوق فقرة وفوق قهرة، يذلونه حتى بالمكان، حتى بالدائرة، حتى من يدور على اسمها، من تشوف هاي المرة جاي تدور على اسمها بالقاع وتشوف التراب وتشوف الناس شلون واقفين على على الشباك، والله تموت يعني حرقة وقهر، والله تموت قهر. تقول مع الأسف أن ذولا يتحكمون بنا، مع الأسف هاي دائرة الرعاية الاجتماعية بالحمزة، هاي الدائرة أكو بيها وهذا القضاء أكو بيه وحدة إدارية اسمها قي مقام، وهذه الدائرة أكو محافظ موجود، وهذه المفروض الدائرة أكو بيها مدير عام والمفروض بيها مدير، والمفروض هذه الدائرة تخدم الناس. هذه وضعيتها، يعني تشوفها خربة. إذا بناية الدولة هيك،
الى بنايه الـ 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 يعني الـ الفلوس كلها هيك، الى بنايه المليارات هاي، يعني مليارات الديوانيه وين جاي تروح؟ طبعا نكمل بهذا الموضوع مشاهدينا الكرام. الإهمال لا يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى تحويل المنتفعين من الرعاية الاجتماعية إلى ضحايا، يستغل أو تستغل حاجتهم وهمومهم من قبل سماسرة مقربين من الأحزاب والميليشيات. هذا المواطن اللي حيظهر الآن بالمقطع عنده قصة. هو المواطن اسمه علي زغير من محافظة كربلاء، تلقى اتصال من أحد الأشخاص الذي عرف عن نفسه بأنه باحث في الشبكة الاجتماعية، وطلب من المواطن إرسال مستمسكات شخصية من أجل تسجيل اسمه في شبكة الرعاية الاجتماعية. هذا المواطن محتاج، وبسبب ظروفه الصعبة قام بإرسال مستمسكاته ومستمسكات أولاده عبر تطبيق الواتساب. راحت أشهر، أجتي أشهر، وتفاجأ هذا المواطن بوجود شكوى من مكتب كي كارد في قضاء الفجر بمحافظة ذي قار بمبلغ 74 مليون دينار، وشكوى ثانية من مكتب كي كارد في كربلاء بمبلغ 3 ملايين دينار بعد أن سحبت عن طريق مستمسكاته قبل أن يغلق الشخص اللي نصب عليه الهاتف ويروح الموضوع وتروح الفلوس، ويظل المواطن مشتكى عليه ومتورط بهذه القضية. خلينا نسمع قصته ونكمل. الأحزاب اجى خابرنا واحد قال يابا احنا الرعايه الاجتماعيه تودونا مستمسكاتكم، طلعت اسماءكم، فابني دز المستمسكات ورا فتره 6 شهور، هاي الشغله صار لها 6 شهور، قبل 4 ايام طلع الشكوى علي بالفجر ب 74 مليون. قبلها طلع الشكوى على ابني ب 3,095,000 من كربلاء. هذا صار وياي. انت اول ما خبرك حد شنو اللي كان الدعاء؟ الدعاء احنا الشبكه الاجتماعيه، احنا الشبكه الاجتماعيه طلعوا وياكم جماعه، احنا الباحث الاجتماعي، احنا الباحث الاجتماعي، لا نعرف احنا كل شيء، ما نعرف شنو. ايوه مواطئ واحد يخابرنا احنا متكيفين بلكن يا بالرعايه صحيح، هنودي مستمسكات حتى نستلم راتب، احنا معتمدين على الرعايه الاجتماعيه، ما عندنا ناس، كل شيء ما عندنا، لا عندنا زراعه ولا عندنا كذي، هذا جواب ابيض طين هذا. يعني انت تعتقد هو هذا المقابل راح سوى كي كارد بس اي هو سوى كي كارد بساميكم؟ ها؟ بساميكم باسمي وباسم اولاده اثنينهم، مو هاي هسه. لنعرض سريعا بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. عندنا تعليق من ابو حسام يقول: هذه افعال الاحزاب الحراميه التي تسرق في طريقه بطريقه الدين. عندنا تعليق من سيف يقول: يجب الحذر من جرائم النصب والاحتيال وعدم التسرع وإرسال أي مستمسك شخصي. أبو جعفر يقول: يجب على الجهات ذات العلاقة التحرك لإيقاف مثل هذه الأعمال التي يكون ضحيتها المواطن الفقير. وعندنا تعليق من حسين آل لفتة يقول: أني صارت وياي قبل كم شهر مصرف بالديوانية من طين فلوس باسمي، واني من اهل الكوت، صار في صك مجمد وين رقابه او الرقابه مال المصرف، وين الاداره، اداره الفرع الرئيس، شلون صرف هذا الصك، والمحكمه العليا مشتكيه ويوميه رايح راجع للديوانيه، صوج بمن ما نعرف. طيب هذه كانت جزء من التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها.
من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. معنا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدث السوداني عن ما يدري بالصحة الطائرة، قبل ما أعلم بها السائل أعلم بها، خلنا نشوف التغيير مالته. وثاني شيء ما يحدث بالديوانية من المؤسسات المتراضية، هذا صحيح. الديوانية أغلب مؤسساتها قاعدة بالإيجار. واحدة. ثاني شيء المواطن أصل ما إلى احترامات من يراجع دائرة حكومية. كل احترام ما إلى. وثاني شيء هاي ما المؤسسة ما تشبك للفقرة، ترى هاي الفقرة ما تستلم، الزلاجين اللي تستلم. نعم، عرضنا مقطع يعني شفته يمكن أبو علي، مقطع لمئات العائلات اللي بالقادسية قدموا على الرعاية الاجتماعية، انذبت فايلاتهم أجلكم الله في مكبات النفايات. ليش ايش تتعامل الحكومة؟ هاي الحكومة أنا أقول لك لا، هو نائب أول ما يحين قرائبه، هي قرائبه كلها زناقين وكلهم خلاهم بالشبكة، هذا بيوت سيارات الفقير ما له شغله بي، والله بشرفك نائب يمثل العراق لو يجي يشتغل بالشبكه. مات الفقير يعني حتى على لقمه الفقير لاحقينه. يعني حاطين مكاتب تشتري الكيكات مالتهم، هذه البطاقه تاخذها هي راتبها 150، يشترونها من عندك شهر 50,000. يعطونها مال سنه لقدام 600 ياخذونها، هذا ظلم وشرع حرام. وبعدين السؤال أبو علي هو هل هاي المبالغ المخصصة للمحتاجين اللي تبع الرعاية الاجتماعية يكفي للمعيشة؟ يعني شنو أنه يحصل مواطن على 120,000 أو 150,000 بالشهر؟ شو ممكن تسوي له في بلد الغلاء بيده يرتفع، الأسعار ده ترتفع، الوضع الاقتصادي تعبان، شلون تكفي هال 150,000 أو 120,000؟ أنا اليوم شفت مقطع بمصر قال السيسي طالب 300 دينار زيادة الضرائب علينا، هم يعطون للفقراء حوالي فقراء 150,000، يساعدون عليهم الكهرباء والماء والصحة، طلع الفقير مطلوب، ولو ما تعطون هي أنا متأكد الفقير بس حيبنوا له تأمين صحي وكهرباء وماء، هاي حصة النفط تاخذونها. كل شيء مارد من عندكم حتى راس، ماذا بالنسبة لي رجال فقير من يطول لنا أهلك، كل شيء مارد من عندهم. شكرا أبو علي من الديوانية، أنا أشكرك وصلت الفكرة. ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. أبو عبد الله من صلاح الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. شوف سالح حمد، الله يسلمك أبو عبد الله، تفضل. سادي انت من تقول مال الرعايه والرعاية الاجتماعيه، يجي القائم مقام يخلي ربعه، يجي المحافظ يخلي ربعه، كل من هي السنتر تفتح الدوائر. كل مدير دائره وربعه، كل مدير دائره وربعه. الفقير بالعراق ما له كل شيء، ولو خلصان من شغلهم ما يجي كل شيء. عمي هذول جاتنا ناس دايحه، وهذا السوداني من عيسر بالمستشفى يسوي نفسه متعجب بهذا الشيء، ماكو فرد شيء غريب. يعني انت ما عندك علم، انت اذا تقول عن العراق لا انت عندك علم. طيب يعني تشوف الاجراء اللي سواه اجراء صحيح، انه هو ينقل اطباء الى محافظات او الى اماكن اخرى او الى مستشفيات اخرى، هو هيك يعالج الخلل، هيك يعالج المشكله؟ لا صح تادي، هسه الدكتور متروح عليه بالمستشفى، الدبانه ما تفكر على خشمه، مو متروح عليه بالصيدليه بالعياده الخارجيه مالته. تقول هذا ماكو منه، هذا ملاك فرحمه. يعني هاي ناس ماكو تعلمت على الجشع، على الفلوس، على الماده، الماده فوق كل شيء.
نعم أبو عبد الله، بهاي الحالة يلام الطبيب لو تلام أو يلام القائم على وزارة الصحة أو على القطاع الصحي بالعراق أنه هو اللي سمح للطبيب أن يتصرف مع المراجعين بهذه الطريقة، يلام الطبيب على تصرفاته لو المفروض يعاقب الأكبر من الطبيب؟ الأكبر من الطبيب المفروض وزير الصحة هو اللي يتعاقب، والأعلى من وزير الصحة هو اللي يتعاقب. نعم طيب أبي أقول لك، إذا رب البيت بالطبع ناقرا. نعم يعني بعد خليت طيب أنا حرامية. أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك للمشاركة. خلونا نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من فقرات. طبعا خريجو كليات العلوم تظاهروا أمام مجلس الخدمة الاتحادي في بغداد اعتراضا على قوائم التعيينات المعلنة، عبروا عن امتعاضهم من مجلس الخدمة الاتحادي بعد استثناء قرابة 40,000 خريج من خريجي كليات العلوم من التعيين في القائمة الأخيرة لمجلس الخدمة اللي اتهموه بعدم مراعاة نقاط الخدمة والقبول للمتقدمين إلى وظائف معلنة مؤخرا. طبعا اتهموا المجلس بالفساد وسوء الإدارة لملف التعيينات. خلونا نشاهد جانب من التظاهرات قبل أن نستعرض تغريدات مع وسم العلوم تناشد شياع السوداني. العلوميين الذين تم إعلان نتائجهم قبل أقل من أسبوع، النتائج التي كانت يشوبها الكثير من اللغط، استمارات محذوفة واعتراض بدون رابط والكثير من الأمور الخطأ أمام مجلس الخدمة الاتحادي لتاريخ. خلي نعرض بعض التغريدات مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع. كما قلنا العلوم تناشد شياع سوداني. علي عامر يقول أعدادنا لا تتجاوز 30,000 في كل العراق، لماذا هذا التهميش والظلم بحقنا؟ بلال يقول رابع رئيس وزراء يمر على العلوم والعلوم تعاني وتعاني وراح تبقى تعاني. كرار يقول سياسة الفساد الإداري والرقابي هي من ظلمت شريحة خريجي العراق ومنهم العلوميين كفاكم ظلما لنا، أين وعودك؟ وزهراء تقول يعني لا شغل ولا عقد وفوق القهر المجلس يقول غير مؤهلين، ليش يعني نظل طول عمرنا بلا شغل؟ ننتقل إلى الفقرة الثانية لدينا مشاهدينا الكرام، فقرة الهاشتاج. طبعا أفادت مصادر مطلعة بتفاقم معاناة سكان مدينة سامراء من الحصار والضغط على ملاك المنطقة التجارية والسكنية المحيطة بالمرقدين العسكريين في سامراء ضمن محاولات للتغيير الديموغرافي. طبعا مدينة سامراء تعاني من عام 2006 إلى هذا اليوم من تبعات المنع الحكومي والميليشياوي للأهالي من استثمار محلاتهم التجارية، إلى جانب التجاوز على الجامع الكبير والمدرسة الملحقة به من قبل ديوان الوقف الشيعي. تؤكد شهادات استمرار سياسة الضغط على سكان تلك المناطق لدفعهم لبيع ممتلكاتهم لصالح الوقف الشيعي بعد تعطيل جميع الأعمال التجارية وإغلاق المنطقة بالكامل بعد طبعا حادثة تفجير المرقدين العسكريين، حيث وضعت الجهات الحكومية اليد على فنادق وعشرات المحلات التجارية ولم تسمح لأصحابها بإعادة افتتاحها أو الانتفاع منها أو حتى الدخول لها لزيارتها. أكدت شهادات من أهالي سامراء أن حالة الإغلاق التام المقصودة بضمنها منع الزوار من دخول المنطقة التجارية على الرغم من كل المناشدات الحكومية المتعاقبة أو للحكومات المتعاقبة، كانت تهدف هذه المناشدات على المدى البعيد إلى تحويل عائدية المناطق أو المنطقة وتغيير ملاكها أو ملاكها الأصليين من خلال الضغط على الكثير من أصحاب العقارات لبيعها بأثمان بخسة إلى سماسرة ووسطاء ليسوا من أهل المدينة. طبعا الوسم اليوم هو أنقذوا سامراء المنكوبة. لدينا مجموعة من التغريدات. أحمد عيد يقول سامراء أو سر من رأى، عاصمة الخلافة العباسية وحاضرة الدنيا علما وجمالا وفنا وعمارة، وعلى الرغم من أهميتها التاريخية والحضارية وما يمكن أن تدره من إيرادات السياحة التاريخية، إلا أن عوامل أهمها مقصودة أو عوامل
إهمالها مقصودة بعناية تقف وراءها دوافع طائفية للأسف. عمر آل ناصر يقول: تفتقر مدينة سامراء إلى أبسط الخدمات المناسبة للعيش الكريم، وأيضا يعاني أهالي سامراء مضايقات من قبل الجهات المتنفذة في المدينة. يوسف يقول: ما يحدث الآن في سامراء هو نتيجة لفساد الحكومة والتغيير الديموغرافي المقيد للمدينة وانعدام أبسط الخدمات الواجبة على الدولة، والتي كان من المفترض أن تكون المدينة واجهة بل وقبلة للعلم، حيث إلى الآن يناشدون بترميم المدينة المنكوبة سنوات عديدة. أبو نواف يقول: سامراء عاصمة الدولة العباسية لمدة 58 عاما، تصنف اليوم ضمن المدن التي لا تصلح للعيش. ننتقل مشاهدينا إلى الفقرة التي تليها، وهي فقرة إنفوغرافيك. طبعا انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من المزارات التي يدعي القائمون عليها صلتها بآل البيت رضوان الله عليهم بشكل لافت، وتحولت إلى ظاهرة تنم عن تجهيل متعمد وممنهج للمجتمع تمارسه جهات مرتبطة بالمشروع الإيراني ضد العراقيين. بحسب إحصائية أعدتها دائرة المزارات التابعة للوقف الشيعي، فإن هناك 135 مرقدا مسجلا فقط لديها، من بين 664 مرقدا موجودا في البلاد. أما المزارات الخارجة عن إدارة الوقف الشيعي فهي 529 مزارا تديرها جهات متنفذة ترتبط بميليشيات وأحزاب طائفية بهدف التربح منها، كما يؤكد مراقبون. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذا الموضوع، ودعونا نشاهد هذا المقطع الذي أعده. وهذا الشارع يروح لها، وهاي خضروات. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نكمل الحديث مع حضراتكم في هذه الحلقة من برنامج صوتكم. طبعا عرضنا في بداية الحلقة كما شاهدتم قضية الانتهاكات الإيرانية المستمرة على محافظات شمال العراق. هذا الموضوع قوبل ببيانات خجولة طبعا، ويقابل ببيانات خجولة من قبل الجهات الحاكمة في العراق، ويطرح تساؤلات كثيرة حول السيادة العراقية. شلون هذا البلد ممكن أن يصير إذا كانت هناك حكومات ضعيفة متواطئة عميلة كما يصفها العراقيون، اللي ما تقدر تتعامل مع الانتهاكات الإيرانية لكن تغضب وتصرح وتحاول قطع علاقات وتشتغل الأدوات الإعلامية للأحزاب والميليشيات إذا كانت هناك تحركات تركية على سبيل المثال شمال العراق، في حين أن تركيا قد أبرمت اتفاقا رسميا وقانونيا مع العراق بشأن العمليات العسكرية في مناطق شمال العراق، وكانت موجودة وتأكدت هذه الاتفاقية في زمن نور المالكي بعام 2009 أو 2010، زار تركيا وأكد هذه الاتفاقية الأمنية مع الجانب التركي. لكن عندما يرتبط الموضوع بإيران نشوف هذه الجهات الحكومية، هذا الإعلام يبرر أحيانا حتى القصف الإيراني ويقول بأن إيران من حقها تدافع عن أمنها القومي. طيب ليش أنتم ما تتكلمون هذا الكلام عن الجانب التركي اللي لديه اتفاقية رسمية معكم، في حين إيران لا تمتلك أي اتفاقية أمنية مع الجانب العراقي يمنحها الحق بهكذا تصرفات. ولو اقتصر الموضوع على عمليات عسكرية لاستهداف ما يهدد خطر الأمن الإيراني ضمن اتفاقية طبعا كان ممكن يصير به كلام، لكن القصف الإيراني يستهدف المدنيين الأبرياء ينتهك السيادة العراقية بدون أي سند قانوني أو اتفاقية أمنية مبرمة ما بين الطرفين، فأين السيادة العراقية؟ حنان الفتلاوي تمتعض وتطالب البرلمان العربي وتغضب عندما يتحدث العرب عن الجانب الإيراني بأنه جانب مصدر للإرهاب وأنه جانب يثير الرعب والخطر في المنطقة. لا، تقول ليش تحجون على الجانب الإيراني؟ المفروض تحجون على كل الأطراف. طبعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية كان قد ذكر في وقت سابق أن العراق أو اللي يحكمون العراق الطرف الوحيد في الجامعة العربية الذي يقف متصديا ومدافعا عن إيران عندما تحاول الجامعة العربية أو الدول العربية إدانة إيران أو تصنيفها بأنها دولة راعية للإرهاب. يخرج العراق الوحيد في زمن حكم هذه الأحزاب متصديا ومدافعا، رغم أن إيران فعلا تثير الإرهاب والرعب في العراق عن طريق ميليشياتها وأدواتها، رغم أن هي مسيطرة على القرار السياسي في العراق، رغم أن هذا الموضوع مفضوح عند الجميع، إلا أنهم يدافعون عن إيران بطريقة مضحكة حقيقة، مخجلة أيضا. يتحدثون عن بناء دولة وهم لا يستطيعون الرد على إيران. كيف يمكن أن تبني هذه الأحزاب العراق كما تقول إذا كانت ضعيفة، إذا كانت لم تبقي للعراق أي سيادة أي مكانة ضمن الدول العربية المحيطة؟ طبعا مشاهدينا وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.